شيكنا مع الشباب. زين الحين شو بنسوي؟ بنروح على محلات الصيد شوف شو اللي ناقصنا. طبعا ما ناقصنا شيء بس هي سبحان الله عادة اعتمد هالواحد انه دائما يروح لمحلات الصيد وياخذ الاشياء اللي يباها وتوكل على الله. يلا نشوفكم في محلات الصيد. طبعا بنروح محل واحد ان شاء الله يكفي باذن الله سبحانه وتعالى. وصلنا المحل بناخذ الباب ونتوكل على الله. خلصنا طبعا خلصنا اللي هو اشترينا بعد شغلات خفيفة، في شغلات فيها بجربها في بحر دبي او في بحر يعني البحر في الشالو واتر عرفتوا، ونشوف كيف تمشي الامور. طبعا اخواني المرحلة الثانية من تجهيز الرحلة هي اختيار العدة المناسبة. زين يعني مثلا شو بتحتاجها؟ بتحتاج جيجينج، بتحتاج كاستينج، تحتاج بوبرز، زين تحتاج ترولينج، هل بتحتاج مكان اوفر هيد، زين بوبرات شو مقاسات اللي بتحتاجها، شقات شو مقاسات اللي بتحتاجها، زين خباط والمقاصير حلو، زين البوبر ويليامسون حبيبي ويليامسون ما استغنى عنه ابدا، البوبر بعد جميل جدا اخواني. انزين يعني جيجات شو مقاس الجيجات، هل انت بتروح شو يعني عندك مثلا للشالو واتر تستخدم جيجات صغيرة ماكسيمم 60 40، انزين وصلت مثلا ديبت اوف مثلا خلينا نقول 40 متر، هل تحتاج تستخدم مثلا 90 60 100؟ زين الستيك طبعا هذا ستيك بيت اخواني يسمونه ريليز جميل جدا، والدورات الترولينج ما في غنى عنها طبعا اكيد، والاشياء اللي تبضعنا فيها جاهز حق كل شيء، يعني مثلا روداتك تكون معك، السنابات تكون معك، اذا تحتاج سنابات تحتاج مدورز عرفت، تحتاج مثلا في بعض الاسيست هوكس تحتاج حق السبيد جيجينج او الفاست جيجينج. زين هذا قصبة السبيد جيجينج او الفاست جيجينج نستخدمها او بنستخدمها ان شاء الله. طبعا الاشياء الكبيرة ما نحتاجها ابدا، وهذا ريل قاعدين نستخدمه الحين جديد نجربه الله بيعين ان شاء الله، وهذا مال الترولينج. فهذه بشكل عام العدة اللي ممكن ناخذها ويانا. فطبعا في اشياء اخرى اللي هي الكاستنج رود او البوبينج رود اللي هو بيكون بيث، والكاستنج رود بعد بنجهزه وبس اخواني. طبعا في اللي هو اللاست ستيب قبل لا تطلع الصيد لازم تسويه، برويكم اياه بعد شوي. طبعا اخواني لا تنسون بعد تشيكون على حالة المد والجزر، في مواقع كثيرة تعطيك حالة المد والجزر للبحر. طبعا عندنا هني الشارت هذا واضح، زين من الشارت هذا اخواني اقدر اشوف ان السمكة في لها مرتين بتاكل، المرة اللي بتكون قبل الفجر زين، والمرة الثانية اخواني بعد الساعة 11 في الظهر، يعني من بعد الساعة 12 اليوم ان شاء الله بيكون الوضع جيد جدا جدا، من 11 لين خلنا نقول ان شاء الله قبل المغرب. طبعا اخر شيء اخواني اللي هو متابعة حالة الطقس او حالة البحر. طبعا في برامج كثيرة تدلك على حالة الطقس والمناخ وسرعة الرياح والى اخره، فانت لازم تشيك قبل لا تطلع عن حالة الطقس. طبعا تشوفون حالة الطقس اليوم في هذه اللحظة يعني نوعا ما جيد، فنحن شو بنسوي؟ نحط مثلا يوم الجمعة، يوم الجمعة يعتبر نوعا ما ليس بجيد، فبنشيك بعد على يوم السبت
السبت الساعة 9 صباحا. لا بأس به، نكمل للساعة 12، الجو يتحسن، يعني بيكون يوم السبت من الصبح الجو شوية فيه هواء نوعا ما، لكن بيتحسن الوضع إن شاء الله كل ما تأخر الوقت، يعني من الساعة 12 وطالع بيكون الجو جدا جيد في أبو ظبي وفي دبي وفي الأماكن الأخرى. وهذا، وجزاكم الله خير على المتابعة، واستنونا إن شاء الله في الفيديو، فيديوهات الصيد إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، ويعطيكم ألف عافية.